أهلا وسهلا فيكم في ويبينار الصحة النفسية والعافية الجزء الثاني. في بداية هذا الويبينار أنا حابة أنبه أنه أعتذر عن الإجابة عن أسئلتكم، وذلك بسبب عدد الحضور، الرجاء طباعتها في المكان المخصص. إلى جانب أنه في نهاية هذا الويبينار راح أعطي عدد من المصادر وين ممكن تحضروا هذا الويبينار بشكل موسع أكبر على موقعنا. في البداية خلينا نذكر إنه هذا الويبينار بيتكون من جزئين، واليوم راح نتكلم عن الجزء الثاني منه. الجزء الأول تكلمنا عن الصحة النفسية، عن الصحة الجنسية والتناسلية والحياة الصحية، وأعطينا المصادر. في الجزء الثاني راح نتكلم عن النوم الجيد، الطعام السليم، الوقاية من الأمراض وعلاجها واللقاحات. هذه المواضيع، النوم جيدا، سلامة الطعام، الوقاية من الأمراض وعلاجها واللقاحات، هذه راح نتكلم عنها. أكيد الانتقال إلى بلد جديد قد يكون أو قد تكون تجربة باعثة على التوتر، لذا من المهم الاهتمام بصحتنا خلال هذه المرحلة الانتقالية، وأنا من رأيي ما بعد هذه المرحلة. هذا الويبينار راح يشمل الجزء الأول منه والجزء الثاني في كيفية الحفاظ على صحتنا. من العادات الجيدة جدا وإنه نحافظ عليها المذكورة أمامكم النوم الجيد، سلامة الطعام، إنه يكون محفوظ مخزن بشكل سليم، وأيضا اختيار الطعام، الوقاية من الأمراض وعلاجها والتطعيمات شيء أمر مهم إلنا ولا أفراد أسرتنا. النوم مهم جدا علشان نضل بصحة جيدة، وأنا بذكر إنه يوم ما ننام بشكل جيد بكون يوم بنصحى تاني يوم بشكل بنكون في كامل نشاطنا وحيويتنا. يجب أن يحصل الكبار والصغار أيضا على عدد ساعات كافية من النوم كي نستطيع أجسادنا مقاومة الأمراض والتركيز خلال يومنا الدراسي أو خلال العمل. كما أن النوم يساعد في السيطرة على التوتر، والنوم مهم أيضا لإنقاص الوزن، لأن لما ننام الجسم بيحرق أكثر وهذا بيساعد على إنقاص الوزن. الكبار كما هو مذكور أمامكم على الشاشة مهم جدا لهم أن يناموا عدد ساعات معينة. إن الحرمان من النوم قد يؤدي إلى مشاكل صحية، لذا يجب أن ينام الكبار من 7 إلى 8 ساعات، وألا تقل ذلك عن 6 ساعات. يحتاج المراهقون من 8 إلى 10 ساعات، ولا يقل ذلك عن 7 ساعات، والأطفال طبعا بيحتاجوا إلى عدد ساعات أكبر، بحيث والمهم أيضا إنهم يناموا من 9 إلى 12 ساعات، ويناموا في مبكرا، يعني يكون من 9 إلى 12 ساعة ويناموا مبكرا، هذا كويس علشان صحتهم. من العادات الجيدة أيضا الطعام السليم. سلامة الطعام أمر مهم جدا للحفاظ على صحتنا، حيث إحنا هون في كندا يعتمد الكنديون على تخزين الطعام، فليس من الممكن دائما شراء الطعام الطازج بصفة منتظمة وبكميات كبيرة. لتوفير الوقت والمال يشتري الكنديون الطعام بالجملة ويخزنوه بالثلاجة أو بالبراد. يجب تخزين بعض الأطعمة في الثلاجة أو البراد أو بالفريزر، مثل اللحوم والألبان وبقايا الطعام، فعندما تبقى هذه الأطعمة في درجة حرارة الغرفة يمكن للبكتيريا أن تنمو فيها، وبالتالي يكون الطعام مضر. تناول الطعام يحتوي الكثير أو يحتوي على الكثير من البكتيريا قد يضر بصحتنا وممكن يسبب إلى تسمم غذائي. احرصوا على سلامة الطعام لتجنب المرض، وذلك باتباع الإرشادات الموجودة على الملصق، تجميد وإذابة الطعام بشكل صحي، يعني إذا كان بالفريزر وإحنا بدنا نستخدمه لتاني يوم من الأفضل إنه عشان يفك التجميد أو إن نحطه بالثلاجة طول الليل. تخزين الطعام بالأماكن الجافة وبحسب ما هو مناسب، هو بيحتاج إلى تخزين في الفريزر، في الثلاجة، في أماكن جاف، بحيث ما يتغيرش طعمه، ويكون عيننا عليه من فترة لفترة إنه ما زال في حالة جيدة. الأمر المهم غسل اليدين. إحنا بنذكر إنه غسل اليدين بالماء الساخن والصابون يساعد على الوقاية من المرض وانتقال الجراثيم. مهم غسل اليدين قبل تناول الطعام، وبعد استخدام الحمام، وبعد ركوب المواصلات العامة، وقبل إعداد الطعام. يساعد غسل اليدين بانتظام على أن نبقى بصحة جيدة والجميع يكون بصحة جيدة، ويمنع من انتقال الأمراض للآخرين.
الوقاية من الأمراض وعلاجها، البرد والإنفلونزا شائعان لا سيما في فصل الشتاء، هناك كثير من العلاجات المتوفرة على أرفف الصيدليات والتي قد تساعد في السيطرة على أعراض هذه الفيروسات. إن لم يتحسن الشخص اللي حاسس أنه عنده تعبان ممكن يأخذ راحة لبضعة أيام، فعليكم زيارة الطبيب، ربما يكون هناك سبب آخر للأعراض إذا هذه الأعراض بعد الراحة أو قسط من الراحة لم تزول وما زالت. إذا كان أحد من العائلة مريض فعليكم أن تلزموا البيت وتستريحوا، يساعد ذلك على التحسن ويساعد أيضا على منع انتقال المرض للآخرين، في سواء كنت في مكان العمل أو في مكان الدراسة. كثير من الحضانات لن تسمح للأطفال المرضى بالحضور، ليش؟ عشان ما يعدوش أقرانهم. إذا كان أحدكم مريض أو تعبان فعند العطس أو السعل عليكم تغطية استخدام ذراعكم وليس الكف كما هو ظاهر أمامكم بالصورة، لأن السعل أو العطس باستخدام المرفق يمنع من انتشار الجراثيم للآخرين كما هو ظاهر أمامكم على الشاشة. من العادات الصحية الحلو أن نحرص عليها التطعيمات. التطعيمات أو اللقاحات تحمي سكان أونتاريو من الأمراض. تعطى بعض التطعيمات في مرحلة الطفولة مثل التطعيم الثلاثي، الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، وتطعيم شلل الأطفال. التطعيمات المطلوبة تتم تغطيتها أو تغطية كلفتها من خلال برنامج التأمين الصحي في أونتاريو أوهيب. هناك أيضا تطعيمات اختيارية قد توصي بها الصحة العامة أو طبيبكم بحسب العمر. أيضا مرات لما نسافر برا كندا ممكن نحتاج أنه نعرف هل إحنا في حاجة أنه ناخد تطعيمات معينة، هذه الأمور نكون متابعينها سواء لأنفسنا وأفراد أسرتنا. أيضا يجب إبراز سجل التطعيمات للأطفال عندما يلتحقوا بالمدرسة، وأنا بنصح أنه الآباء يتابعوا تطعيمات الأطفال، وإذا كان عندهم تطعيم في تاريخ معين يسجلوه بحيث يتم أنه الطفل يأخذ التطعيم في الوقت المناسب. تشجع حكومة أونتاريو الجميع على أخذ حقنة الإنفلونزا كل عام. تساعد حقنة أو تطعيم الإنفلونزا من الوقاية، حتى إذا أصبت بالإنفلونزا وأخذت التطعيم ربما يقلل التطعيم من الأعراض. حقنة الإنفلونزا مجانية جميع. في بعض العادات خلينا نذكر فيها الغير صحية، منها التدخين. التدخين يسبب أمراض السرطان كسرطان الرئة والقلب والجلطات. في أونتاريو قانوني شراء السجائر أو التباكو عند بلوغ سن 19، وهناك قيود على التدخين في أونتاريو. مثلا لا يسمح بالتدخين في الأماكن مثل العمل والمدارس والمواصلات. أيضا في المطاعم والبارات في حظر على المدخنين وأنهم يدخنوا خارج ومن يكون شوي بعاد عن المدخل مثلا. حتى في أصحاب البيوت بفضلوا المستأجرين الغير المدخنين. ويمكن أنا قلت لكم في ويبنار البحث عن سكن أو إيجاد مكان للسكن بعض القيود للمستأجرين اللي بيدخنوا في البيت. من العادات الغير صحية شرب الكحول. شراء الكحول من المتاجر أو المطاعم عند بلوغ سن 19 قانوني. شرب كميات كبيرة من الكحول ممكن أن يؤثر على الصحة على المدى البعيد، يسبب أمراض القلب، الكلى، الضغط ومشاكل الهضم. بالنسبة للنساء ممكن يؤثر على الجنين في حالات الحمل. من العادات الغير صحية خلينا نذكر فيها المخدرات، حيث شراء وبيع وامتلاك أو حيازة مخدرات غير مشروعة أمر غير قانوني في كندا. غير قانوني شراء أدوية غير موصوفة طبيا. إلى جانب استخدام الأدوية بدون إرشادات الطبيب ممكن يؤثر على الصحة ويكون خطير على الصحة. فيما يخص الماريجوانا تغير القانون في كندا. حاليا الماريجوانا قانونيا متاحة للاستخدام العلاجي. شرب واستخدام كميات كبيرة منها تسبب الضرر وتؤذي الصحة وتسبب مشاكل اجتماعية تماما مثل الكحول. هذه العادات الغير صحية اللي حكيناها اليوم، وفي بداية هذا الويبنار اتكلمنا بشكل موجز على العادات الصحية اللي نحرص عنها علشان ونحرص عليها علشان تبقى صحتنا بحالة جيدة.
إحنا هيك جينا إلى نهاية هذا الويبينار. خلينا نذكر بشكل موجز وسريع عن الموارد اللي بنزودها في هذا الويبينار حول خط المساعدة الصحية النفسية، خط المساعدة الخاصة بالمخدرات والكحول، خط المساعدة الخاص بمشاكل القمار، وأيضا أنا بنصح لمزيد من المعلومات بزيارة الموقع الظاهر أمامكم في أسفل الشاشة. من الموارد الأخرى اللي إحنا بنذكر فيها أيضا هاتف مساعدة الأطفال Kids Help Phone، يقدم الإرشادات مجانية على مدار الساعة في عنا Good to Talk للطلاب المرحلة الثانوية في أونتاريو، وأيضا خط معلومات الإيدز والصحة الجنسية. لمزيد من المعلومات زيارة settlement.org. زيارة موقعنا settlement.org/oto للي حابب يتعرف أكثر. في من خلال زيارتكم للموقع يمكنكم الحصول على عدد من الموارد في كيفية تسهيل عملية الاستقرار في أونتاريو. من خلال زيارة الموقع يمكنكم الحصول على دليل العمل في مقسم إلى 6 أجزاء جميعها تصب في كيفية الاستقرار في أونتاريو، إلى جانب نشرات المعلومات التي تحتوي على العديد من المعلومات كيفية الاستقرار في أونتاريو، إلى أيضا أرقام الهواتف لمختلف الأمور. في ورش العمل ممكن من خلال زيارة الموقع settlement.org/oto وكتابة المنطقة، معرفة ما هي ورشة العمل حول التعريف بأونتاريو التي يتم تنظيمها من خلال عدد من الوكالات عبر أونتاريو. في مفكرة الاستقرار اللي بتساعدكم في تنظيم خطواتكم في استكمال مراحل الاستقرار، وقوائم المراجعة عبر الإنترنت اللي بتساعدكم إنكم تتذكروا وتتأكدوا من إنكم استكملتوا كل الأوراق قبل الذهاب لاستكمال مراحل الاستقرار. أيضا من خلال settlement.org/oto يمكنكم معرفة المزيد وحضور بشكل موسع الويبينارات أو الندوات بشكل مباشر وأخرى مسجلة. يأتيكم هذا الويبينار عبر مشروع التعريف بأونتاريو. هذا المشروع ممول من قبل وزارة الهجرة واللاجئين والجنسية في كندا Immigration, Refugee and Citizenship Canada ووزارة الجنسية والهجرة في أونتاريو Ministry of Citizenship and Immigration. جنباً إلى جنب مع برنامج مساعدة اللاجئين RAP Refugee Assistance Program ييسر مشروع عملية الاستقرار للمهاجرين والقادمين الجدد إلى أونتاريو ويساعدهم على اتخاذ قرار مستنير. يأتيكم عبر وكالة كوستي لخدمات الهجرة، فهي وكالة مجتمعية متعددة الثقافات لديها 17 مركز، تساعد سنوياً أكثر من 39 ألف عميل عبر مكاتبها المتواجدة في منطقة تورنتو الكبرى. كوستي تدير مشروع التعريف بأونتاريو. يوجد أمامكم الموقع لوكالة كوستي لمعرفة المزيد، فهو www.costi.org. للأسئلة والاستفسار يمكنكم إرسال أسئلتكم عبر auto@costi.org أو الاتصال عبر رقم الهاتف الظاهر أمامكم على الشاشة. أنا بذكر لحضور مزيد من الويبينارات وبشكل موسع أكثر، الويبينارات مباشرة وأخرى مسجلة. الرجاء زيارة موقع كما أظهرنا وكما قلنا في البداية settlement.org/oto. إحنا هيك جينا إلى نهاية هذا الويبينار. شكراً على حسن الاستماع وإلى اللقاء في ويبينار آخر.